سنة أتعرف بيكم؟ قائدة بسمة جامعة أسيوط. أميرة جامعة أسيوط. سحر جامعة أسيوط. رويدة جامعة أسيوط. أهلا بيكم. بناء على إيه تم اختيارهم يمثلوا جامعة أسيوط؟ هو عموما معسكر العمل الدولي دايما بيختاروا القادة اللي هم قرب يتخرجوا والجوالين الموجودين بالجامعة عشان يشاركوا في معسكرات خدمة عامة عشان يكملوا مشاريعهم. بس ده تم الاختيار عليه. أهم الفقرات اللي هتقدمها جامعة أسيوط النهاردة في معسكر الجوالة لجامعة جنوب الوادي؟ احنا ان شاء الله ناويين نقدم اغنيه وطنيه بتتكلم عن حال البلد اليومين دول، يعني اسمها بلادي يا رحايا، عشان احنا دايما في تنقل من مكان لمكان يعني. تمام. ايه دورك النهارده في المسرحيه اللي هتقدمها؟ هي مش مسرحيه، فقره سمريه عباره عن اغنيه بجمل حركيه. تمام. دوري هكون واحده من الناس اللي بتعرض. حضرتك زيها بالظبط برضو، بعرض فقرات عادي جدا. مشاركه في اداء السمر طبعا والحركات والاغاني. ايه رايكم في جامعه جنوب الوادي؟ جامعه جميله والاكل بتاعها كويس، يعني احنا مش اول مره اجي المعسكر ده، انا حضرت الخامس والسابع وده الثامن، يعني بجد المعسكرات اللي بتبقى يعني حاجه خفيفه كده على قلبنا، يعني المعسكرات اللي احنا بندور عليها ان احنا نجيها كل سنه، بنستنى المعسكر اللي بعده عشان نيجي هنا يعني. رحنا. ايه رايك في جامعه جنوب الوادي؟ الجامعه حلوه، انا جيت هنا وانا كنت في سنه اولى، انا دلوقتي في رابعه، كنت مستنيه ان اجيها تاني يعني، ف من الجامعات اللي بحبها والاماكن اللي بحبها. لا جميله وبلد جميله وناس طيبين، وانا كنت اول مره ازورها يعني عامه، بس جميله بالنسبه لي انا كمان، دي اول مره وكنت سعيده طبعا ان انا موجوده وسطكم. الجامعه جميله جدا وكبيره، احلى حاجه ان احنا زرعنا الاشجار النهارده بصراحه. احنا مبسوطين بيكم. ايه رايكم في احتفال اللي عملته جامعه جنوب الوادي لاستقبال هو الاحتفال المره دي كان مختلف عن الاحتفالات اللي قبلها، حتى البروجرام نفسه كان مختلف عن اي بروجرام قبل كده احنا شفناه من جنوب الوادي، بس المره دي التخطيط بجد رائع، وحاولوا بقدر الامكان ان هم يتفادوا العيوب اللي واجهتنا المعسكر اللي فات. وعجبتني فكره الزفه البلدي بدل الكمبيوتر اللي كان بيبقى قبل كده، لا بكل حاجه على الطبيعه، يعني بنشوف تحية العالم دلوقتي ومراسم الاحتفال احنا اللي بنعملها بنفسنا يعني، وده كان فرق عن السنه اللي فاتت بكتير يعني. حتى البروجرام السنه دي ضايفين عليه رحله استكشاف ومغامره في سفاجه، اكيد انت عرفتي طبعا، فدي حاجه جديده يعني، مغامره وتسلق جبال، حاجه جديده علينا يعني ما كانش في البروجرام قبل كده، والتغيير مطلوب يعني. الاحتفال كان حلو بس كان فيه مشكلة اللي هي الشمس، احنا وقفنا كتير في الشمس، غير ان احنا طول اليوم بنبقى شغالين يعني في الخدمة العامة الكلام ده، فده بيأثر علينا في الشغل، في موضوع الشمس وان احنا نقف فترة طويلة ده تعبنا جدا. بس ده خارج يعني عن ارادة المعسكر وكده، فعارفة جو كده. ممكن المعسكر يتعمل في مظلة، هيبقى ساحة العالم هيبقى فيها مظلة، هتبقى جميلة جدا ان شاء الله. انت يا فندم ان شاء الله. لا جميل، كل حاجة زي الفل يعني. تمام. كان كويس. تمام. احلى حاجه في السواعد كانوا متعاونين معانا جدا يعني. شكرا لكم خالص. شكرا. نتعرف بيكم. فؤاد رضا جامعه السويس. حضرتك احمد صلاح الدين قائد منتخب السويس. طب لو تكلمونا عن النشاطات المشاركين بيها في المعسكر. مشتركين طبعا في نشاطات الخدمه العامه ومسابقات كشفيه ومسابقات تانية، طهي خلاوي، جميع النشاطات الموجوده هنا مشتركين فيها. طب لو تكلمونا عن الاهداف بتاعت المعسكر بتاعتكم. هو في نقطة أحب أوضحها، إن إحنا دلوقتي جامعة السويس يعني منفصلة عن قناة السويس 2012، فإحنا يعتبر جامعة وليدة، إحنا أول منتخب لجامعة السويس بعد انفصالها عن جامعة قناة السويس. شاركنا في أسبوع شباب الجامعات وجبنا الحمد لله مستوى أول، وبتهيألي يعني جامعة السويس لوحدها أول ملتقى عمل تشارك فيه بعد انفصالها عن قناة السويس. طب بالنسبه للمشاركات في المعسكرات اللي قبل كده، شاركتوا في معسكرات قبل كده؟ طبعا شاركنا في اسبوع شباب الجامعات اللي كان معمول في اسماعيليه، وشاركنا في الاسبوع الرابع للجواله تبع الجامعه برضو،
بس اول ملتقى رسمي في جنوب الوادي ده نطلعه طبعا على السويس. تمام حضرتك، احنا برضو يعني مقتصرين مش على منتخب الجامعه، احنا تبع كشافه الجويه، شاركنا طبعا في المهرجان الدولي العربي الثاني والثالث والرابع، وان شاء الله الخامس هيبقى السنه اللي جايه في جنوب الوادي برضو. طب لو تكلمونا عن استعداداتكم للمعسكر. استعدنا طبعا، عملنا معسكر مغلق قبل ما نخش عندنا، قبل ما نخش المعسكر دون، واستعدنا استعداد عادي يعني للمعسكر. بالظبط كده، احنا عندنا نشاط الجواله الحمد لله نشاط فعال في الجامعه، وبنعمل دورات صقل مثلا، دورتين مثلا بتبقى في الترم يعني مثلا. بنشكركم وبالتوفيق.